طبعاً أنا سعيد بوجودي في مؤتمر شرم الشيخ الخاص بدور القضاء في مجال التحكيم الدولي، يمكن ده المؤتمر رقم 7، والحقيقة هذا المؤتمر علامة فارقة في مجال التحكيم الدولي في مصر وإقليمياً أيضاً. وعايز أقول أنه هذا المؤتمر من بداية وقت الدكتور محمد أبو العينين الله يرحمه، اللي كان الراعي للمركز ومدير مركز القاهرة واللي خد مركز القاهرة في أفاق جديدة في مجال التحكيم الدولي، أوجد صيغة جميلة وهامة في مجال التحكيم عن دور القضاء، الدور المساند الواعي المراقب لأحكام التحكيم الجادة تماما. فالحقيقة المؤتمر في نسخته 7 اكتمل تماما في نضوج جميل، واعتقد ان المركز بكل ستافه بدايه من الدكتور اسماعيل سليم والدكتوره داليا نائب مدير المركز وكل ستاف الاستاذ وسام مولا وغيرهم بذلوا جهود جميله جدا في جعل هذا المؤتمر محفل عالمي وبحق. النهارده حضراتكم امبارح والنهارده على مدى اليومين بنشوف انه في متحدثين من كبار المتحدثين في مجال التحكيم التجاري الدولي والمنشغلين في مجال التحكيم. محاور المؤتمر في غاية الأهمية لأنها لا تتناول فقط مسائل تتعلق بالتحكيم في مصر ولا إقليميا، بل أيضا مسائل تتعلق بالتحكيم الدولي في ما يتعلق بالتحكيم التجاري والتحكيم في مجال منازعات الاستثمار. ويمكن سعدت وشرفت بأن أنا تحدثت في ما يتعلق بمنازعات الاستثمار وسط السادة زملاء أفاضل من خلال الجلسة بتاعتنا عن حكم هام جدا في مجال التحكيم في منازعات الاستثمار، وحكم أكمية اللي صدر من هيئة تحكيم، ثم بعد ذلك تعرضت محكمة العدل الأوروبية له في إطار اتساقه مع أحكام القانون الأوروبي وغير ذلك. وأعتقد أنه بالإضافة لده مختلف المسائل الأخرى في مستجدات في قانون التحكيم الأردني، قانون التحكيم الإماراتي، أيضا شفنا الأحكام الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة وفي فرنسا وفي سويسرا. فالحقيقة هذا المؤتمر في نسخته 7 جمع فأوعى ليس فقط المتحدثين ولكن أيضا الموضوعات المختلفة اللي تناولها في ثراء جنب في الآراء والموضوعات اللي تناولها، وفي حضور جميل جدا أعتقد تجاوزه 250 شخص سجلوا لهذا المؤتمر. وده إن دل على شيء، دل أولا على نجاح المؤتمر، ثانيا حسن اختيار مقره، حسن اختيار موضوعاته، حسن اختيار المتحدثين فيه. وأنا سعدت أنه حتى في اليوم الثاني الناس بتحضر المؤتمر وبتشارك بفعالية فيه، في أيضا تمثيل مشرف للسادة العرب والمصريين والزملاء بين المتحدثين ومن بين الشخصيات الحاضرة المؤتمر. وشفنا أيضا أنه في حضور هام جدا للسادة القضاء في مصر، ففي علاقة وطيدة وقائمة ما بين التحكيم والقضاء، لأن التحكيم لا يستطيع أن يحيا دون القضاء. فشفنا السادة القضاة السابقين والجالسين الحاليين بيشاركوا في فعاليات المؤتمر، وأعتقد أنه ده إثراء للفكر القانوني والتحكيمي في غاية الأهمية، لأنه الحوار ما بين المنشغلين في مجال التحكيم والعاملين به والمحكمين والمحامين والسادة القضاة في غاية الأهمية، لأنه رائد الجميع في النهاية السمو بمنظومة التحكيم الدولية والمحلية والإقليمية بصورة مشرفة. وأعتقد أن مصر النهاردة بأنها هذا المؤتمر أصبح علامة جوهرية في مجال مؤتمرات التحكيم الدولية، وأعتقد أن احنا الحمد لله النهاردة رسمنا صورة مشرقة ومضيئة للقضاء المصري بكافة قضاته، وأيضا المنشغلين في مجال التحكيم اللي لا يقلوا في إمكانياتهم عن المنشغلين في مجال التحكيم دوليا. وبتمنى المزيد من النجاح والتوفيق للمركز ولكل العاملين فيه، وإن شاء الله دائما نلتقي على خير.